لأني أحبكم في الله هذا الدعاء لكم. غابت أيدينا عن مصافحتكم، فأرسلنا قلوبنا تعانقكم وزيناها بصدق محبتنا لكم. أسأل الله العظيم أن يجعلكم من عباده الصالحين، وينور قلوبكم بالإيمان والرضا والعفو عما مضى، وألا يسلط عليكم حاقدا ولا حاسدا، وأن يجعل أيامكم ولياليكم عامرة بالمسرات، وأن يحفظكم وأهليكم من كل بلاء ووباء وسقم، وأن يبلغكم مرادكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم، ويشملكم برحمته ويسكنكم فسيح جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.